السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. في البداية كل الناس اللي بتشوفنا يا ريت تعمل لايك حالا للفيديو، واللي بيتابعنا لأول مرة يا ريت يشتركوا بالقناة وافعلوا زر الجرس عشان يوصلوا مشاعر كل فيديوهات جديده خاصه بالقناه، وما تنسوش تعملوا متابعه او فولو لصفحاتنا على السوشيال ميديا فيسبوك وتويتر. سيب لحضراتكم اللينك في الوصف اسفل الفيديو كالعاده. قبل ما اتكلم عن الزمالك ومرتضى وميدو وخالد الغندور والهيصه والقضيه ممكن اللي مأثره في نفسيه كل الزملكاويه باحتفال وظهورها في احتفالاتهم بالدوري واحتفالات غريبه، كأن لكن انا ممكن اشبه باحتفالات نادي الاسماعيلي وجمهور الاسماعيلي لما خد الدوري، يعني عادي ما فيش مشكله بالنسبه لي. اما كل سنه كل كام سنه لما اخد الدوري يعني عادي يعني، لكن تزيط وتقول لي ان انا نهيت الصوره القادمه ممكن يبقى بتحلم. لما تزيط وتحسسني ان الدوري انا عندي منه 42، لما تزيط وتحسسني ده انت الدوري بتاعتك ده حسام عاشور، يعني مع احترامنا للجميع يعني، وكلنا عارفين ملابسات اللي حصل يعني. قبل ما اتكلم عايز حاجه استوقفتني كده سريعا بعيدا عن عالم كره القدم. محافظ القاهرة كان طلع قرار إن اليوم تصوير للمشاهد السينمائية والإعلانات شوارع القاهرة ب 100,000 جنيه، يعني لفئة معينة، شركات الإنتاج للفنانين اللي بنسمعهم بياخدوا ملايين وبينتجوا بملايين. أشرف صبحي قال لك مش هندفع، قال لك اللي عمله المحافظ محاولة ضرب الصناعة وقتلها. يعني الراجل الوزير المحافظ لو لما اتخذ قرار بان فئه معينه متريشه متحينه تدفع مقابل شغلها وتصويرها او التصوير، الراجل طلع بمنتهى الجراءه. اشرف زكي اللي هو نقيب الممثلين مش دافعين. انا عايز اسال سؤال للساده المحترمين في الدوله المصريه، لو انا معايا عربيه ميكروباص عربيه نص نقل، اللي معايا عربيه طالع اكل بيها عيش، طلع محافظ القاهرة أو أي محافظ طلع نزل بند أثناء التراخيص دي عروامة، وشفنا دلوقتي الناس والله ناس بتصرخ اللي عنده عربية عربية نص نقل اللي عنده علشان يطلع يرخص عشان ياكل عيش ما بيوفرش منها حاجة، بل بالعكس ده الراجل طلعان عين اللي خلفوه وفي الآخر بيستلف علشان يجدد الرخصة. الرخصة بعد مثلا بتتجدد، كانت الأول بتتجدد مثلا ب 1000، بقت بتتجدد ب 5 و6 و7. هل لو نزلوا قرار الناس الفئه دي، احنا بنتكلم عن فئه الممثلين وفئه مثلا السائقين وفئه معينه، النهارده لو الناس بتوع اصحاب المحلات والمطاعم والكلام ده كله لو طلعت وقلت مثلا هيدفعوا كذا على حد فيهم يجرؤ يقول لك مش دافع؟ هل كانت احمد موسى او غيره من الاعلاميين كانوا هيسكتوا على يقول لك مش دافع؟ انت ده الدوله اللي بتقول انت تعمل ايه؟ لكن الفنانين المتحينين المتريشين يا اخي، الفقير اللي طلعان عين اللي خلفوه لو نطق احمد موسى يقول له تتكلم ايه وتعمل ايه ده الدوله وقرار وانت، لكن اللي متريش متحين يرفض وبتاع ويدوهم مساحه للكلام يا اخي لاقي إيه؟ يعني دور على حلول وبدال مع من الناس اللي معاها قرشينات وابعد عن بس كده. انا قلت اللي عندي لان الموضوع استفزني بصراحه، وما حدش بقى يقول لي له علاقه لا حاجات كده صغيره. المهم تعالوا بقى في كره القدم. مرتضى منصور، مرتضى منصور بيهني نفسه، وطبعا ميدو عشان عارف ان مرتضى قرب فميدو بيصلح الاجواء لمرتضى منصور. وانا زي ما قلت لحضراتكم قبل كده مرتضى منصور ربما يحتفل بالدوري مع نادي الزمالك يوم الاحد، ممكن هيطلع بصوته الصوره عشان حكم المحكمه اللي هيكون يوم الاحد، يا بعودته يا برفض الطعن المقدم على قرار وقف. بعد فوز نادي الزمالك بالدوري قال لك ايه دوري 13، الف مبروك للرجال الابطال التتويج ببطوله الدوري الغاليه التي اسعدت الجماهير الرائعه المخلصه، مبروك لملايين الزملكاويه من جماهيرنا العظيمه الداعمه، اسعدتموني ايها الرجال، كل الفريق كان على قدر المسؤوليه، مبروك لاعضاء وعضوات الجمعيه العموميه النادي الملكي، مبروك للجهاز الفني والطب والاداري هذه البطوله، مبروك مبروك مبروك، ما باركش حتى لل اللجنه اللي بتدير نادي الزمالك على اساس ان هو زيه زي مين، يقول لك هو اللي عمل. طب لما عمل ما حصلش نتاج اللي عمله ليه قبل كده؟ اشمعنى؟ ما هو هنا لازم تقف وتقول ازاي الزمالك ياخد الدوري في ظل شويه عمال تقول لك ده الزمالك واللي ما حصلش فيه ما يحصلش في برشلونه ولا ريال مدريد، والنهارده طالعين تقولوا مرتضى وكله عمال يشيد بمرتضى. طب مرتضى اللي عمل الفريق ما خدش بطوله ليه؟ ما خدش بطوله ليه؟ اشمعنى بقى الزمالك خد بطوله؟ المهم ميدو
بارك لنادي الزمالك نادي الدوري وقال لك مبروك لمرتضى منصور وامير مرتضى. طلع اللي هو ميدو اللي شتم امير مرتضى علشان امير يتكلم على صورته مع المحمود الخطيب، وكان هاجم مرتضى وهاجم مرتضى منصور. والفلوس فين؟ الفلوس راحت فين؟ مفيش حد بيحصل في الكلام ده، في تحقيق؟ فين التحقيق؟ ودلوقتي مرتضى عشان راجع قال لك ايه، مبروك لمرتضى منصور وامير مرتضى اللي قاموا ببناء الفريق المتوج اليوم بالبطوله، وقال لا يوجد نادي في العالم مر بالازمات اللي مر بها. ده احنا عايشين صداع والله، الناس دي فعلا دواها ما تشمش الدوري خالص، لانهم فرقه مش ما تشمش الدوري خالص بناء على التربيطات، لا هي امكانياتها كده. لكن لو خدوا ده دلوقتي بيقول لك انت متعادل مع الاخ حسام عاشور وعامل لي ونزل، ده مرتضى منصور بيقول لك فيه مئات الالاف، مئات الالاف نزلوا يهتفوا باسم مرتضى منصور في شارع احمد عرابي. جماهير الزمالك الوفيه المخلصه تغلق شارع احمد عرابي بالكامل، فين الدوله من غلق بالكامل الاستاذ مرتضى؟ اكثر من 100,000 يهتفون باسم رئيس نادي الزمالك الشارع مرتضى منصور، وسنوافيكم بالفيديوهات التي تصور هذا المشهد للجمهور العظيم. خالد الغندور بقى علشان تعرف قد ايه القضيه ممكن دي تعباه قوي قوي قوي، بيقول لك الدوري نشكركم على حسن تعاونكم معنا، الدوري زملكاوي والقضيه خلصت. اولا لو قصه نشكركم على حسن تعاونكم معنا، فانتوا 42 دوري نشكركم على حسن التعاون، اكثر من حاجه و30 كاس نشكركم على حسن التعاون، اكثر مش عارف ايه سوبر نشكركم على حسن التعاون معنا، بطوله افريقيا 10 وياما اكتسحناكم في الادوار التمهيديه نصف النهائي والدور المجموعات وفي النهائي ونشكركم. والله اي واحد زملكاوي يقول لك نشكركم على حسن القضيه لازم تضحك، يعني اللي هو حبيبي انت لسه صغنطر، انا عندي 42 انت لسه 13، فرق 30 سنه بيني وبينك، انت عندك 5 دوري ابطال افريقيا، انا عندي 10، انا عندي معدي ال 10 سوبر الافريقي وانت كام؟ انا عندي كاس مصر حاجه و30 وانت كام يا حبيبي؟ لما انت يا حبيبي والله بدون مبالغه، والله انا شايف الزمالك زي الاسماعيلي كل كام سنه ياخد دوري ولا ياخد بطوله ياخد عادي يعني. انت انما تيجي تقول لي طالع بيقول لك القضيه ممكن خلصت، فرق ايه علاقه القضيه ممكن؟ زي واحده الثانيه تقول لك ايه الدوري الزمالك خد بطوله الدوري واللي هي ياسمين الخطيب، ونهينا اسطوره القضيه ممكن السخيفه، الكلمه السخيفه القضيه لا عمرها ما تتمحي. علاقه الدوري ايه علاقه الدوري؟ الدوري ده مجموعه من المباريات، حتى في اللقاءات المباشره ما بيني وما بينك انا كسبانك او ما عملتش حاجه، لكن دايما وابدا النهارده ما استفدت بيه من المواجهات المباشره دايما وابدا. حتى الزمالك لما كان النادي الاهلي بياخد الدوري بيلعب ناشئين وبيجرب بعض لاعبين الزمالك يكسب، يقول لك مباراه الزمالك والاهلي دي بطوله لوحدها، مش مهم طول الدوري، لكن فوز هنعكنن على مش عارف. طب ما احنا معكنينين عليك في ده قضيه ممكن، وعينيك ومعكنينين عليك في بطوله الدوري يعني. النهارده الدوري بقى حلو عليه سكر، مباراه النادي لازم ما تفرقش، فبتقول لك القضيه ممكن. كل تعليق خالد عمرو خندور على القضيه ممكن، ياسمين الخطيب، كل واحد زملكاوي تعليقه على القضيه ممكن على انها خلصت، ده يبين لك قد ايه ان القضيه ممكن دي عامله ازعاج وهتفضل عامله ازعاج وعمرها ما هتتمحي مهما يحاولوا بدوري كل 7 8 سنين يقول لك الناس دول طيبين يا اخي. دوري السنه اللي فاتت بلاش الدوري، انت واخد بطوله افريقيا السنه دي، واخد سوبر افريقيا السنه دي، ايه عمنا في ايه؟ برضه من ضمن الحاجات الكوميديه على الزمالك حساب رسمي نادي الزمالك بيتكلم فيه على انه انجاز، وانا شايف والله كميه العبث والكوميديا، ويبين لك قد ايه ان انت الناس دي بتهزر. بيقول لك ما لم يحدث من قبل في تاريخ مصر، شيكابالا اول لاعب يحقق لقب الدوري المصري بفارق زمني 18 سنه عن نفس النادي، يعني شيكابالا في اخر 20 سنه في اخر 20 18 سنه واخد الدوري مع مرتين. طب ده شيء انجاز انت تشيد بيه؟ يعني انت بتقول النادي كبير وتقول لاعب اسطوري مع نادي زي نادي الزمالك شيكابالا في اخر 18 سنه ياخد 2 دوري؟ والله وده يبقى انجاز يا جدع انت؟ ده احنا عندنا بدر بنون واخد لحد دلوقتي بطولات قد اللي خدها شيكابالا معانا ده من 18 20 سنه، بقاله سنتين. صلاح محسن يعني بيتهيألي ده والتر بواليا واخد دوري ابطال، يا عمي 18 سنه واخد بطولتين دوري بفارق 18 سنه ده والله المفروض دي النادي دي هل دي انجاز يعني؟ ما هو الله يقول لك اللاعب الوحيد بعد 18 سنه، طبعا هو في حد بيعمل لاعب وحيد؟ طب ما لازم يكون وحيد، ما لما بياخدها كل سنه زي اللاعب حسام عاشور كان مع النادي الاهلي ده تقول عليه ايه يعني؟ هل ده يعتبر انجاز؟ يا خبر ابيض، الناس دول طيبين مش طيبين، الناس والله حاجه غريبه. رابطه الدوري الانجليزي طلعت بيان رسمي بترفض فيه بالاجماع ارسال اللاعبين للمباريات الدوليه في المناطق المصنفه ضمن الفئه، زي ما محمد صلاح قال لك طبعا الجابون قال لك ممكن بندرس ده مش مصنفه من الفئه الحمراء المنتخب او مصر من المصنفه من الحمراء والكلام ده، على اساس ان هم هيجوا مصر ويقعدوا فتره حجر 10 ايام على الاقل، فبالتالي مش هيحاولوا يشاركوا مع الانديه بتاعتهم،
فقال لك كل الانديه رفضت، الدوري الانجليزي بترفض مشاركه هؤلاء. بالنسبه ل كفايه فلنكتفي بهذا القدر، يعني كميه عبث، ادينا قاعدين بنتسلى هنضحك شويه على ردود الافعال، واكتب القضيه ممكن هتعكنن عليهم جدا جدا جدا. السلام عليكم ورحمه الله.